أمريكا بتتدخل لمصلحتها فقط لغير، لا تسعى للديمقراطية زي ما بتعلن، لا ده كله كده. عندها أجندة للشرق الأوسط بتنفذها، والشرق الأوسط ابتدى بالعراق، والنهاردة عايزين يكسروا في سوريا وداخلين على مصر. هم بيساعدوا الإخوان عشان يفرقوا بين المصريين عشان يبقى في تقسيم للبلد دي. أنا قبطي وبقول لا مش هتتقسم، ومش عايزين أمريكا، مش عايزين هيلاري كلينتون. هي جاية تمشيهم على النظام، ما يغيروش السكة، بس تطمن، عارفة تطمني على أولادك كده بيعملوا إيه بالظبط يعني. نرفضها عشان السياسة المصرية إن جاية توقع الشعب المصري في الجيش وتستحالة، وإن شاء الله بأمر الله تعالى عمرها ما هتحصل. ما مصر محروسه باذن الله. كل زياره امريكيه سواء مع نائب ويليام بريدج او مع كلينتون او ايا كان مسؤول امريكاني بيحصل تاني يوم كارثه في مصر. امريكا هي اللي سعت على انها تطلع موتى القبور اللي كانوا تحت الارض تاني مرة للحياة في صورة الإخوان المسلمين. الشعب المصري مسلم من أوله لآخره، قبطيهم مسلمين ومسلميهم مسلمين، مش محتاجين أي جمعية تقول إحنا شعب مسلم. إحنا شعب مسلم من الفطرة، من يوم عمرو بن العاص لغاية النهاردة أخبطنا ومسلمينا مسلمين. نزلوها نزلوها.